متداولين، مرحبا، ترجع ترتفع عملة شيبا إينو لتسترجع الأيام الجميلة السابقة، وتستعمل ارتفاع خلال 3 أيام بأكثر من 50%. هاي الارتفاعات اللي كنا عم ننتظر على العملة بعد ما تكلمت على عملة شيبا إينو بالفيديو الأخير. قلتلكم على فريمين ون دي نحن بمناطق تجميع، لكن بداية لازم نكسر مناطق 0.14.6. هاي المناطق تعد مناطق الترند الهابط والدعم، او عفوا المقاومة القوية على عملة شيبا اينو. بالوقت الحالي بعد الارتفاع اللي صار باكثر من نسبة 50%، هدفي على عملة شيبا اينو انه نرتفع لمناطق التفريغ القادمة. مناطق التفريغ القادمة تقريبا بتكون عند مناطق 0.4027 الى مناطق 0.4029، وفي حال اخترقنا هاي المناطق فبالتأكيد المناطق الاخيرة راح تكون مناطق 0.4036، يعني ارتفاع اخر بنسبة 70%، وهون بتكون اقوى منطقة تفريغ وجمع سيولة. لكن هذا الشيء اصدقائي لحتى نصعد لمناطق 29 او 34، بداية لازم نقفل جمعة اليوم اعلى مناطق 0.4020، يعني باختراق متوسط المتحرك 200 على فريم ال 1 دي. وطبعا ارتفع معدل حرق عملة شيبا اينو باكثر من 20,000%. حاليا صار عدد القطع المحروقة اخر 24 ساعة 1,881,000,000 قطعة من عملة شيبا اينو. ارتفاع قوي جدا في حرق عملة شيبا اينو، ممكن ارتفاعات تستمر ما دام الارتفاع عم يستمر، الحرق راح يستمر ما دام الارتفاع عم يستمر، لان عمليات الشراء والبيع بتكون بكميات ضخمة، وهذا الشيء عم بزيد نسبة حرق عملة شيبا اينو. لهيك يجب الحذر، خلي عندك اوردر بيع على مناطق 29، الاوردر الثاني على مناطق 37. هاي اوردراتي على عملة شيبا اينو. اما بالنسبة للبيتكوين، اليوم اخترق مناطق 66,000 دولار ليتوجه لمناطق 66,200. حاليا اصدقائي مناطق التفريق على فريم الون دي هي مناطق 69,000 إلى 68,000 دولار، راح تكون مناطق التفريق على البيتكوين. ممكن ادخل صفقات شورت من هذيك المناطق على البيتكوين، واستهدف مرة تانية مناطق 54,000 دولار. هيك وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. مع السلامة، دمتم بخير.